خوتي حبيباتي صحباتي كي دايرين بخير عليكم هانيين. دابا غادي نقدم لكم واحد الكيكه اللي بارده في المجمد زويونه. تنديرو 12 ديال هاد البسكوي، هذا 12 منه، وتنديرو واحد 3 ديال المعالق ديال الزبده دايبه. وغادي نبداو نخلطو المكونات ديالنا. غنبقاو نخلطو هكا حتى تنجمعو الخليط ديالنا. ودابا من بعد ما كملت البسكوي ديالي كامل وانا خلطتو مزيان، دمجت ديك الزبده مع البسكوي ديالنا، غادي نخويو الليمون. وغادي نبداو نضغطو عليه حتى غادي نديرو طبقات متساويين مزيان باش ما يجيناش شي طالع وشي هابط. نغدوها مزيان. ودابا من بعد ما وزعت البسكوي ديالي على المول ديالي مزيان، غادي نديرو في المجمد واحد شويه على ما يشد راسو ونرجع لكم للخليط الثاني. الخليط الثاني عندنا نصطرو ديال الحليب، وعندنا 3 ديال المعالق ديال النشا، وعندنا هنايا 12 قطعه ديال الشوكولات مقطعين صغيورين. دابا غادي نخويو 3 ديال المعالق ديالنا ديال النشا مع الحليب مع نصطرو ديال الحليب، وغادي نحركوهم مزيان وغادي نضيفوهم على النار. ودابا من بعد ما وضعنا على النار غادي نبداو تنحركو، غنبداو تنحركو من بعد غادي نضيفو له الشكلاط. ودابا غادي نضيفو 12 قطعة ديال الشكلاط ديالنا على الحليب وحنا تنحركوه. وها هو دابا من بعد ما عقدنا على هاد الشكل تيولي، هو تيدير الفقاعات على هذا الشكل. دابا غادي نطفيو النار وغادي نخويوه في المول. ودابا من بعد ما وجدنا الخليط ديالنا الثاني غادي نخويوه فوق البسكويت ديالنا اللي جبدناه من المجمد. نخويوه كامل وغادي نديرو له بحال هكا باش يندمج لنا كامل هكا. ودابا من بعد ما كملناه ها هو، دابا غادي نديرو عاوتاني في المجمد وغادي ندوزو الخليط الثاني ان شاء الله. دابا المكونات الثالثين، دابا غادي نديرو السطره ديال الحليب وغادي نديرو معاهم واحد فلون ديال الفخيس مع معلقة ديال سنيدة، وغادي نخويوهم وغادي نخلطوهم مع الحليب مزيان. وغادي نزيدو عليهم 3 ديال المعالق ديال النشا، وغادي نخلطو تيندمجو لنا العناصر مع بعضهم. ودابا غادي نضيفو 3 ديال المعالق ديال سنيدة كبار، وغادي نردو الخليط ديالنا على النار على ما يعطينا على شكل فقاعات، عاد نطفيو عليه. ودابا هاهي حطيناها على النار من بعد ما تغلينا درنا دوك الفقاعات. من بعد ما طفيت عليها النار هاهي كي تتولي هكا شويه عقده، دابا غادي نخويها فوق الخليط الثالث. دابا من بعد ما جبدنا الخليط الثاني دابا غادي نخويو فوقو الخليط الثالث ديال الكيكه ديالنا البارده، وراه تجي رائعه. ودابا غادي نبقاو نديرو له بحال هكا باش يندمج لنا مع المول كامل هكا هكا حتى نحصلو
على هذا الشكل هذا، وغادي نديروه في المجمد ديالنا. من بعد ما يبرد ونغطيه بشي كيس بلاستيكي باش ما تيشملناش الريحه ديال الثلاجه. ودابا من بعد ما خويت الفريز سميتو الثاني، غادي ندير واحد شويه ديال اللوز هكا مهرمش من الفوق، تيجي زوين. وعاد غادي نوضعها في مجمد. ودابا غادي نضيفو الشكلاط ديالنا، 12 شكلاطة بيضة في الكاسرونة في حمام مريم، وغادي نديروها هنا وغادي نخليوها على ما غادي تذوب. وعاد غادي نرجعو نديرو فيها واحد الطانيط ديال الكراميل، وغادي نديرو فيها معلقة صغيرة ديال الكاكاو. ودابا من بعد ما دابنا الشكلاط الابيض، غادي نخويو فيه الدانيت، وغادي نديرو معلقة ديال الشكلاط المر، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. وحنا على النار تنخلطوهم مع بعضياتهم تيندمجوا لنا. هذه دابا الكريمه الرابعه اللي حيدنا من حمام مريم. دابا غادي نخويوها فوق هذه. دابا هي الطبقه الرابعه. ودابا غادي نحاولوا باش نقدوها بحال هكا باش تجي على المول كامل. ودابا من بعد ما قديتو على المول كامل، غادي نوضعو في المجمد وغادي نرجع لكم على الشكل النهائي ديالو. دابا ما كملت الخطيطات ديالي ديال الشكلاط، دابا غادي نرجعها للمجمد من بعد ما تشد لي راسها، وغادي نوريكم التقديم ديالها النهائي. ما جبدت الكيكه ديالي من المجمد، غادي نزوقها بشويه ديال اللوز مقلي ومهرمش، وغادي نزوقها بالشكلاط بيض محكوك. من بعد ما ساليت اللوز ديالي على هذا الشكل، دابا غادي ندوز باش ندير الشكلاط عاوتاني ديالي بالطريقه على خطوط. ودابا غادي نبدا ندير عاوتاني الشوكولا ديالنا البيض هكا هكا على شكل خطوط. والتزيين تيبقى اختياري، انا كان عندي اللوز درتو في الجناب. كيكه من بعد ما وجدت لنا حتى هي الكيكه البارده زوينه، شوفوا كي تجي رائعه. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما جبتها من المجمد. ها هي دابا من بعد ما قطعتها، ها الشكل ديالها كي تيجي النهائي، تجي راقيه وزوينه. هذا الشكل ديالها النهائي، تنتمنى ديروها تجي زوينه. حتى الا بغيتي ديروا بها تاع عيد الميلاد هكا للوليدات تجي زوينه.